السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم الغاليات على قلبي؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم وقناتي وقناة الجميع. كنتمنى دائما تشجعوا القناة بلي لايك 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 حبيباتي، وشير الفيديو لأصدقائكم باش تعم الفائدة وكل شيء يستفاد. فبالنسبة اليوم ان شاء الله كيف ما عودتكم دائما، يوم غتكون واحد الوصفة او لا تقديم واحد المنتج اللي هو رائع لكي يساعد على الزيادة في الوزن بطريقة امنة وصحية وطبيعية، وايضا فهو كيعطيك بزاف الفوائد اللي كيحتاجها الجسم ديالك، غني بالفيتامينات وغني بالمعادن والبروتينات. فما نطولش عليكم حبيباتي، الناس جداد نقول لكم تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصل بكل ما هو جديد، وايضا ما تبخليش عليا باللايك حبيباتي. فدائما كنقدم وصفات ناجحة. بالنسبة اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد المشروب ديال الحلبه لفتح الشهيه والزياده في الوزن. فكما كتلاحظوا معايا فينيغريك، فهاد المشروب كيتباع في الصيدليات اولا كيتباع في بارا فارماسي. يمكن لكم تصيبو اولا يمكن لكم تصيبو حتى عند العطاره، لانه جميل بزاف كيزيد في الوزن. فهو كاع الناس كتعرفوا تقريبا كلشي كيستعملوا، فهو كاين مشروب يعني سيرو وكاين حبوب ديال الحلبه، ولكن يعني واخا كتشربوه ما كتستاش فيكم الرائحه واللوغو ديالو بنان، يعني المذاق ديالو ديال البنان مذاق جميل بزاف. يمكن يتناولوه كبار وصغار، الحوامل حتى هما، والمرضعات ايضا، لانه بالنسبه للمرضعات كيزيد لهم الحليب وبالتالي يعني كيزيد لهم في الوزن. فهاد المشروب ديال الحلبه رائع بزاف، كيتباع باثمنه رخيصه جدا لكن غني غني عن التعريف، عنده فوائد عظيمه جدا، كيعطي المفعول سريع يعني في ظرف شهر كاع الا تعطلتي 40 يوم حتى تعطيك النتائج. ولكن البنات هنا كيتهربوا بزاف من الحلبه، تيقول لك انها كتخلي لهم رائحه كريهه، لكن ان شاء الله باذن الله حاولت انني نجيب لكم هاد الحبوب او لا هاد المشروب او لا هاد السيرو اللي كيزيد في الوزن ديال الحلبه، لكن ما فيش الرائحه، يعني واخا كتشربيه ما كتعطيك لا رائحه لا حتى شي حاجه، يعني ما هو النعاس. لان كاين بعض الادويه بعض السيروات او لا بعض الحبوب الاقراص كتباع في الصيدليه كتزيد في الوزن، لكن ايضا كتدير حتى النعاس. دوخه هذا ما كيدير لا نعاس لا دوخه لا حتى شي حاجه، والجميل في انه واخا كتقطعيه ما كترجعيش تضعفي. فهاد الفينيغريك الحلبه كاين حبوب ايضا كيف ما كتشوفوا معايا. فبالنسبه لهاد القرعه او لهاد البواطه فيها 100 حبه ديال هذا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هاد الحبوب او لها السيرو ديال الحلبه، طريقة جد سهلة، كتستعملي يعني حبة في الفطور، يعني حبة قبل ما تفطري، لأنه هو كيفتح الشهية، وطبعا قبل الغداء وقبل الكوطي وقبل العشاء. عندك 4 حبات في النهار، هي عندك 100 حبة، يعني كتشري في 100 حبة كتستعملي فقط 4 حبات في النهار أو في اليوم، لأنه فقط كافيين اللي كيعطوك النتائج بإذن الله. والجميل في أن الجميل في هذا الفينغريك، وضعت هذا الفيديو خاص على الناس اللي كتريد يعني الزيادة في الوزن فقط في الصدر أو المؤخرة أو الأرداف، يعني في المناطق الأنثوية فقط أو المعالم الأنثوية، يعني ماشي بالكامل، لأن هناك بعض السيروات أو بعض الحبوب اللي كتزيد في الوزن يعني بشكل الكامل، الوجه الساقين الارداف المؤخره الكرش، يعني كتزيد فيه الوزن كامل. لا هذا الجميل في انه كيخلي الكرش كتنحف، يعني كيسطح لك البطن، وايضا كيزيد لك غير في الهونش وفي الجوانب وفي المؤخره وايضا في الساقين والصدر، يعني كل منطقه عندك خاويه ديال المناطق الانثويه كيملا الفراغات كيف ما كنقولوا، كيقاد لك لاطا يعني مزيان، وكتحصلي على الوزن اللي بغيتي انتيا، لان هناك بزاف الفتيات يعني غليظات او سميمات من الفوق ومن تحت ضعاف يعني ومن نحافه من تحت. فان شاء الله هذا الفينغريك جميل بزاف، يعني ما كاينش بحاله. فهذا بالتجريب رائع واكثر من رائع، الاثمنه رخيصه جدا لكن فوائده غنيه. بالنسبه للطريقه جد سهله، انك تستعملي غير 4 حبات، فهو ما كيجي بشكل ناس، ما كتحسيش بالدوخه، ما كتحسي حتى شي حاجه. يمكن تستعملو حتى المراه المرضيه، في انه كيزيد لها في الحليب في التدي ديالها، وايضا كيزيد لها في الوزن. فكما كتلاحظوا معايا هاد المشروب او لحد الحبوب فهي معروفه ومشهوره، يعني بزاف كيستعملوهم، لكن يعني قليل اللي ما كيعرفهاش. لهذا حاولت انني باش نبارطاجيها معكم. الا سبق شي بنت جربت هاد الفينيغريك حبوب ديال الحلبه او السيرو ديال الحلبه، يمكن لها تشاركها معنا اسفل الفيديو باش كلشي يستافد وتعمل فائده. ما تنساوش هبطوا تقراو التعليقات اسفل الفيديو، لان هاد الفينيغريك راه معروف بزاف كيستعملوه بهدف الزياده في الوزن، لانه بصح كيزيد في المناطق الانثويه اللي قلت لكم
ديالنا وكيزيد في لي هونس خصوصا حتى في المؤخره، يعني كقدك مزيان او الجميل فيه انه يعني الكرش ما كتزادش، كتبقى مسطحه، وكيحيدوا الدهون اللي كتكون في الكرش كيزولها باذن الله، لانه جميل بزاف. هانتوما كما كتشوفوا معايا هاد السيرو سميتو ميراكل، عقلوا على السميه ديالهم، كليكم تسكرينيوه او لا تصوروه وتخليوه عندكم في البورطابل، ملي تبغيو تمشيو تاخذوا توريوه ليهم باش يعطيكم خوه. فهادو جميلين بزاف، ما كاينش بحالهم، فدائما غادي نقدم لكم يعني بشكل يومي على بحال هاد الادويه وبحال هاد السيروات اللي كتكون طبيعيه وكتباع يعني في الصيدليات او لا في لي فارماسي، وكتزيد الوزن ايضا بواحد الطريقه وبشكل امن. فكونوا اكيد ما عندكم حتى شي تخوف، هاد الفينغريك يعني كلها طبيعيه وما عندها حتى شي ضرر على الصحة أبدا، حتى ضرر واحد ما كاين فيها، لأنها كلها طبيعية. وغتحسوا أن الجسم ديالكم حتى هو اللون ديال البشرة كيبدأ يتصفى وكيتوحد اللون ديال البشرة، يعني هذا كيزيد في الوزن وأيضا كيصفي حتى البشرة، يعني الجسم ديالك كيبدأ يتفتح اللون ديالو. فكنتمنى أنكم تشتريوه وتجربوه وتردوا عليا دائما أسفل الفيديو. نقول لكم أحبائي الأعزاء ما تنسوش لي لايك لي لايك حبيبتي، وشكرا لله خطيكم عليا ودائما عندكم ثقة في القناة، لانني دائما كنقدم وصفات ناجحه، كل هادشي اللي كنقدم لكم طبعا مجرب وكله فعال 100%، ودائما جربوا عاد حكموا بنفسكم. فنقول لكم حبيباتي بسلام عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. وما تنساوش لي لايك لي لايك حبيباتي، واقتراحاتكم اسفل الفيديو، وديروا شير الفيديو للزملاء ديالكم باش كلشي يستافد وتعم الفائده. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.